راح اخذ دقيقة لأقرأ القراءة وراح نبلش بعد شوي، راح اوقف. فيما يخص الصحة يا برج القوس، شايفاك يا برج القوس تعبان شوي، فانت في الحالة هذه لازم تبعد عن الناس شوية لترتاح وتفكر بشكل مضبوط وسليم. كذلك في منكم اللي عم يعاني من مشكلات صحية عم تخليه أحيانا ضايع، وهذه البطاقة هي عم تخبرك بأنك سوف تشعر في الأيام القادمة بدفعة جديدة من الطاقة التي ستحضرك لسلك طريق صحيح للتعافي، لأنك قوي بما فيه الكفاية للتغلب على هذه التحديات. كذلك في اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، والورق بيقول لك انه هذا هو الوقت المناسب لبدء نظام غذائي صحي وتمارين رياضية جديدة. كذلك اذا كنت تواجه اي مشاكل صحية، فالتارو بيقول لك من المفيد البحث في تاريخ عائلتك للتحقق ما إذا كانت مشكلتك موروثة، يعني شي صار معك وراثي أولا. وكذلك بيقول لك سيكون هناك دعم حولك، وهي الورقة هذه فال جيد للشفاء تماما وتجاوز الوضع هذا. كذلك ظهور الورقة هذه هي تحذرك من أنك يعني قد تتعب أكثر لأنك تضغط على نفسك من خلال تعاملك مع أشياء كثيرة في نفس الوقت، فأنت لابد من أن تأخذ وقت للراحة وتهتم بنفسك، ومما قد يعرضك للمرض فحاول تقليل العبء اللي أنت حامله. وكذلك خصص الوقت لتهتم بنفسك، فأحيانا ممكن الإنسان يجيه يعني هلوسة إجهاد، حتى في مجال العمل إذا شفت طالع لك ورقة يعني إنسان يعني في عنده شوية تعب، يعني بيقوم بأعمال كثيرة بيفكر كثير. كذلك ما أخفيكم الشي يا برج القوس، إنه عم شوف في منكم اللي مصدوم يعني وزعلان، يعني كأنه داخل في حالة اكتئاب، هي مو دائمة ولكن حالة اكتئاب، يعني مرة أي ومرة لا، نتيجة خيبة أمل، ضغوطات. في منكم اللي عم بحس إنه محاصر وضايع، فأنت أولا لازم تريح روحك الداخلية وتهتم بنفسك وتعمل تمارين استرخاء وتأمل وتخليها على الله، فالورق بيقول لك توكل على الله. كذلك في اللي تعبان، في عنده ذكريات من حدا يعني عم شوف يعني كان معه، سواء كانوا منفصلين أو اتطلقوا، فالورق بيقول لك خليها على الله وانت قادر انك تتجاوز الوضع. أما فيما يخص العمل، أنا عم حاول كون سريعة. أما فيما يخص العمل فأمورك العملية يعني هي مو عاجبتك، منها عاجبتك، ويعني وحاسس حالك ما عم تتقدم بشكل مضبوط، وهذا الشي مخليك يعني تعبان من هذه القصة. كذلك في منكم اللي راح يدخل في شراكة مع شخص وراح تكون عنده مكاسب مالية جيدة. كذلك شايفاك يا برج القوس غير راضي عن وضعك العملي وعن ما وصلت إليه إلى حد اليوم. كذلك في منكم اللي كأنه يعني بمعركة من أجل التمسك، يعني عم يتمسك يعني بنجاح وبشي مشروع عمله أو مستقبلك بالعمل، فممكن يكون عندك زملاء عندك يعني يريدون أنهم يوقعوك وياخدوا مكانك، فلازم تاخد حذرك من زملائك. كذلك يا برج القوس
بص، يعني ممكن قد يطلب منك في مجال عملك أمر مخالف يعني للأخلاق ولمبادئك، وقد تضطر للدفاع عن سمعتك أو للاختيار يعني بين شخصين، فممكن الشيء هذا. كذلك الورق بحذرك يا برج القوس، يعني بيقول لك انه ممكن يعني ينقبض عليك في العمل او يطلب منك الاختيار بين شخصين لهما آراء متعارضة، وهذا سيكون صعبا بالنسبة اليك. كذلك في منكم اللي صار معه شيء يعني بالشغل بالعمل، وهو مش قادر يعني يشوف الحقيقة الكاملة للموقف اللي صار وعم ينكره، أو ممكن يكون لديك اختيارات صعبة تشعرك بالتعب. لهذا يا برج القوس يجب عليك يعني أن تكون قويا وصامدا وتحاول رؤية الأمور بشكل متكامل من أجل اتخاذ قرارات صائبة. فبشكل عام يعني أمورك يعني راح تتحسن، وفقط عليك بالصبر والتخطيط السليم، وستجني ثمار حصادك، فأمورك راح تتيسر بالأيام الجاية إن شاء الله تعالى. أما فيما يخص الأسرة، فشايفة في مجال الأسرة في منكم اللي عم يعاني من مشاكل أسرية، فممكن تكون صراعات يعني اتهامات مشادات عم تخليك تحس بعدم الارتياح وبخيبة الأمل. كذلك في يعني منكم اللي عم بحس حاله مظلوم، يعني ممكن من نقاشات أو الأسرة ما عم تفهمك بشكل مضبوط وعم تضغط عليك. فأنا شايفة منكم اللي عنده إحساس بالعزلة والوحدة، وفي كسرة قلب عند ناس منكم يا برج القوس، في قلب مكسور عم شوفه. كذلك يعني في اللي قلبه مكسور يعني من بسبب الانفصال أو طلاق صار معه، وهذا السبب يعني ممكن يكون في طرف ثالث دخل وفات بين العلاقة، أو ممكن يكون الطرف هذا يعني شخص يعني منافس لإلك، أو ممكن يكون من أسرته أو من أسرتك وبسببه صار طلاق أو صار انفصال بسبب طرف ثالث. كذلك شايفة في منكم اللي تعرض يعني للغش خيانة، وفي يعني عم شوف إحساس يعني افتقاد للعلاقة السابقة، في شعور بالافتقاد للعلاقة السابقة. فأنت يا برج القوس لازم تتعامل مع حزنك للمضي قدما، يعني في منكم اللي حزين كتير. كذلك فممكن لبعضكم، عم أقول لبعضكم ما للكل، ممكن لبعضكم فأنت الشخص الذي يخدع شريكه معك، بمعنى شي حدا متزوج وعم يخدع الشريك اللي معه معك انت، فانت الطرف الثالث بهذا المعنى. يعني بتشوف حالك طرف ثالث وحاسس حالك ضايع يعني، ومش عارف الموضوع بشكل مضبوط، كأنه الشخص الآخر يعني ما حكي لك الحقيقة. كذلك عم شوف في ناس يعني عايشين بحوارات ترترة مع من حولهم، أو هم عم بيعانوا من أشخاص عم يحكوا عليهم يعني بشكل مو منيح، وهذا الشي عم بحسسهم بالظلم، أو حتى موقفك ممكن يتعارض مع هدول الناس وأنت تعبت من الوضع هذا. ففي الحالة هذه الورق بيقول لك يا برج القوس يجب عليك التحلي بالصبر، وأن تتيح لقلبك الفرصة للشفاء، وأن تتبع قلبك بشكل خاص. كذلك يدعوك الورق إلى الإفصاح عن مدى اهتمامك بالناس اللي حواليك، وتحويل
هذه المشاكل أو التحديات لصالحك، فالأمور يا برج القوس راح تتحسن، سواء كان هذا زواج أو أسرة أو حتى اللي بينتظروا خبر حمل أو ولادة، فالأمور راح تكون طيبة يا برج القوس، فقط عليك بالصبر، وكيف ما قلنا بالأول فقط توكل على الله. والآن سوف ننتقل إلى ما هو عاطفي، لأن الناس أكثر شيء بيطلبوه هو الشيء العاطفي، فأنا حاولت أختصر. راح نبلش بصراحة، عم شوف طاقات كثيرة طالعة عندي، في طاقة مطلقين منفصلين، في ناس عندهم خيبة أمل، في بداية جديدة، في شغلات يعني طاقات كثيرة، فرح نحاول إنه نخبركم أكثر الطاقات الموجودة عندي. أولا شايفك يا برج القوس إنسان روحاني، وطاقتك روحانية عالية، كذلك شايفاك عم تفكر كثير في شخص معين، ممكن يكون الشخص هذا قاطع معك، أو طريقته في التعامل معك يعني جافة، أو حتى ما عم يحسسك بقيمتك أو بقيمة وجودك في حياته. فمنكم اللي شايف الشخص هذا هو الشخص المناسب لإله، وحاسس إنه الحظ كله، شايف إنه لازم يكون حدك، ولكن الشخص هذا يعني كأني عم شوفه قاطع معك، وإنت بتعزه كتير. كذلك في اللي تعرض لصدمة، كانت صدمة ثقيلة نتيجة خيانة أو طلاق، انفصال، الحبيب تركوا، لأني شايفاكم زعلانين، بعد الحب والحسرة موجودة جواتكم، بالرغم إنه الشي اللي صار صار، ولكن الذكريات يعني بعدها عم تحاصركم. كذلك شايفة حلم ناس تكسر، فممكن تكون هذه علاقة ثلاثية، لأني عم شوف أشخاص حواليكم، ولكن شايفة منكم اللي عم بيعيد ترتيب أوراقه وأموره من جديد، وعم ببلش بداية جديدة. فممكن يا برج القوس في عندك رجوع من الماضي، لأني شايفة الحبيب يعني كأنه مر بتجربة قاسية، سواء كنتوا يعني منفصلين أو مطلقين، لأني شايفاه عم ياخد فترة راحة وعم يعمل استشفاء، وشايفاه متواصل معك، يعني عم شوف في تواصل فكري بيناتكم يا برج القوس. فالحبيب حاليا شايفاه بياخد فترة راحة، لأنه مر بتجربة قاسية مثل ما قلت لكم، وعم بفكر في الشي اللي صار معكم. كذلك شايفة في منكم يا برج القوس اللي عم بيراقب الحبيب يعني على السوشيال ميديا هيك، وعم يتقصى أخباره، وعم بيراقبه، وعامل حاله مختفي. فأنت يا برج القوس في منكم اللي عامل حاله مختفي، يعني مختفي عن الأنظار، يعني كأنه عم بيخبي مشاعره وعامل حاله خلاص نسى الموضوع ولا هم وشي، ولكني شايفاه بالورق بعدك بتحب الحبيب. فأحسن شي يا برج القوس بالحالة هذه يعني إنك تخلي الموضوع على الله وتتوكل عليه، وتحاول تحسن وتحس كذلك بالطاقات التي تدور حولك. شايفة في تعلق، يعني في تعلق عندي بأشخاص معينين طلعوا من حياتكم، بس بعدي ما عم شوف يعني في تعلق بهالناس هدول. كذلك شايفة منكم يا برج القوس يعني اللي عنده إحساس بالفقدان، كأنه خسر حدا بحبه، سواء كان
الزوج أو أبوه أو حدا من العيلة أو الحبيب، فكأنه هالإحساس هذا عم بخليك تعمل حاجات يعني لا تتوافق مع شخصيتك ومعك أنت شخصياً، مثل العصبية، التفكير الزائد، التفكير السلبي، حزن، عم تطلع كتير، يعني عم تخرج تعمل شغلات عشان تنسى. فأيا كان الشخص هذا فهو متواصل معك بالروح، وأنت كذلك قادر أنك تتواصل مع الشخص هذا لأنك شخص روحاني كثير ولديك القدرة على التواصل، فخلي الأمور تمشي لوحدها لأن الله سوف يساعدك. كذلك في اللي متمسك بالماضي وعايش في لخبطة، فأنت أول ما حتقرر أنك تترك الماضي سوف تصبح قادرا على المضي قدما، يعني أنك تعمل شفاء وتشوف الأمور صح. فالشخص هذا هو بعده بيفكر فيك بس هو ما متخذ قرار، يعني بيفكر في الشي اللي صار، حتى إذا كان الانفصال اللي بيناتكم أو الشي اللي صار له مدة طويلة بعده في أفكار، في شي كأنه في تواصل هيك شغلة. ففي بداية جديدة عم شوفها قدامي. في منكم اللي عنده حب جديد دخل حياته أو راح يدخل حياتك، وشايفة منكم اللي فرحانين بالشي هذا، فرحانين بالشخص هذا أو البداية الجديدة. وإذا بعده ما دخل حياتك في شخص جديد جاي بالطريق، راح تكون سعيد بدخول الشخص هذا والبداية الجديدة هذه التي ستكلل إن شاء الله تعالى بالزواج بعد تجربة قاسية مررت بها. في عندك بداية جديدة بعد تجربة قاسية مريت بيها أو ظروف صعبة يا برج القوس، خصوصا إنك أنت أصلا يا برج القوس يعني إنسان مكافح ولا تستسلم بسهولة. في طاقات عندي كثيرة بصراحة. في منكم كذلك اللي تعرفوا على شخص جديد وحاسين معه بالأمان، ولكن بعدهم عم بيفكروا بالحبيب القديم وتعبانين من الموضوع، فكأني شايفك شايل أحمال من الماضي، يعني خداع، حبيب تركك وطلع من العلاقة فجأة، حبيب اختفى، شي طلاق. في منكم اللي عرف انه الحبيب بيعرف بنات يعني كتير، وهذا الشي جرحه من جواته وخلاه في مفترق الطرق. عم تفكر انت شو راح تعمل بالوضع هذا؟ فأول شيء أنا في تعلق عندي، انتو لازم تفكوا التعلق هذا. في منكم اللي بيراقب كتير، خفوا شوية مراقبة. كذلك في منكم اللي شايفاكم متواصلين ومركزين على التواصل الروحي مع الحبيب، كأنه في جذب، إرسال رسالة للحبيب، عمل استشفاء روحي. كذلك في منكم برج القوس، هناك شخص يا برج القوس بيراقبك وبيفكر فيك وبيحبك يا برج القوس، وحاطط عينه عليك وعايز معاك بداية. وهذا الشخص هو من النوع اللي بياخد وقت قبل أن يتخذ أي خطوة. كذلك يا برج القوس عم شوف في حدا عم بيراقبك على السوشيال ميديا، ممكن يكون هذا الشخص من الماضي، كأنه من الماضي عم بيراقبك على السوشيال ميديا يا برج القوس، فكون حذر، يعني كأنه انت ما بتعرف.
كذلك في شيء حلو، يعني في منكم اللي عنده شخص مهتم به جدا وهو السولميت، فإذا كنت تعرف حد يعني بتحبه فالشخص هذا شايفك إنسان مناسب ليه، حتى إذا كنتوا يعني منفصلين من فترة، لأني شايف الشخص هذا يريد فرصة تانية معك. في حدا ممكن يكون من الماضي بده فرصة معك، وهو طامع في فرصة جديدة، لأني شايفاه مادد لك كأس الحب ويتطلع لبداية جديدة معك. فممكن يكون يعني شخص جديد أو شخص راجع يعني من الماضي ولكن بشكل جديد، كأنه غير شغلات جواته بحياته هيك، بس حيكون في اختلاف. كذلك في منكم يا برج القوس منشغل بالعمل، وفي اللي عاطي ظهره لكل شيء، في منكم اللي عم شوفه عنده أحمال وأثقال، يعني تعبان نفسيا هيك، فالأمور راح تتحسن، غالبا راح تتحسن الوضع وراح تتغلب على هذه الأحمال، وراح تكون في فرحة بنهاية الطريق يا برج القوس، في عندك فرحة، ولكن الموضوع هذا راح ياخد شوية وقت يا برج القوس. بدي أشوف شغلة، في طاقة ظاهرة عندي بس حبيت يعني أتأكد منها. يعني في منكم اللي تعبانين من شغلات صارت بالماضي ومجروحين، وعم يتطلعوا على حدا خدعهم، أو حبيب اختفى فجأة، أو زوج تخلى عليهم بالطريق، أو هذا الإنسان زير نساء عم يعرف بنات كتير هاي وهاي، وهم حاسين إنه اختيارهم كان غلط، لأنه الشي اللي صار صدمهم كتير وحطمهم، يعني كأنه الشغلات جاية متتابعة وحطم شغلات جواتهم، وهم كانوا بيحبوا الشخص هذا. وهذا الشي خلاهم في مفترق الطرق، مش عارفين ياخدوا قرار، فأموركم راح تتحسن بالرغم من أنكم مفتقدين، يعني عم شوفكم مفتقدين الشخص هذا، فأنتوا راح تمسكوا زمام الأمور وراح تطلعوا من الشي اللي صار، سواء كانت صدمة، علاقة ثلاثية، يعني كذلك طلعت عندي ورقة يعني كأنه في شخص، كذلك في ناس فات شخص على علاقتهم، يعني سواء كان من العيلة أو كان شخص يعني منافس لإلك، يعني طرف ثالث، أو خداع صار معك، فالأمور راح تزدهر يا برج القوس، لأنه طلعت لك ورقة الحظ لإلكم، ففي عندكم في عندكم بداية جديدة مع شخص يعني انتو بتحبوه او راح تحبوه كتير، او راح تحبوه كتير. فخلينا نشوف طاقتك يا برج القوس، خليني نشوف طاقتكم. فشايفاك حاليا يا برج القوس متزن، في عندك بداية جديدة لشيء ما، سواء كان في المجال العاطفي أو في المجال العملي، كأنك حاسس بالقوة، لأنه أصلا طالعة لك هون ورقة سترونج، حاسس بالقوة وبتفكر في مستقبلك، سواء كان بزواج من حدا تاني، شراء منزل، في اللي عم بفكر بمنزل، أو سواء كان حمل أو وظيفة جديدة،
كذلك في منكم اللي عم بيستنى أخبار، رسالة، اعتذار ممكن من الحبيب أو رجوع لحدا. في منكم اللي مستني حدا من الماضي بتحبه كتير، كأني شايفاك منفصل منفصل عن العالم، واخد موقف وقافل كل شي، كأنك عم تخبي مشاعرك، أو في منكم اللي عم يخفي حاله مختفي وعامل روحك ولا على بالك، ولكن في منكم اللي عم بيراقب من بعيد لبعيد، فكأنك عم تفكر تاخد قرار. قرار في موقف، شي بدك اياه في علاقة، فكن صبور يا برج القوس، لأنه في عندك بداية جديدة جاياك بالطريق، وفي نجاح عندك يا برج القوس، وفي استشفاء جاي بالطريق. كذلك بصراحة طالع لي في منكم، يعني طالع لك ورقة الحظ، بس في منكم اللي صار معه طلاق، يعني انفصال بسبب علاقة ثلاثية، يعني خلته حزين ومربط ومش عارف ياخد قرار. فأمورك وشايفاه يعني لوحده، فأمورك رح تتحسن يا برج القوس، يعني لأني شايفة في عندكم بداية جديدة مع حدا رح تحبوه. الموضوع رح ياخد شوية وقت يا برج القوس، فأنت لازم تكون صبور وتخلي تتوكل على الله وتخلي الأمور تمشي، وتشوف حياتك وتبعد عن الطاقة السلبية. كذلك شايفة منكم اللي متعلقين بشخص من الماضي، شخص تخلى عنهم أو راح وترككم، فشايفة إنه الحبيب بعده بفكر فيك، يعني شايفة في طاقة تعلق عندي واضحة بينك وبين الحبيب، سواء كان طلاق أو انفصال. كذلك شايفة في رجوع، يعني لشخص بتحبه أنت متمسك فيه، وفي مساعدة راح تجيك من الله، شايفة في عندك مساعدة من الله راح تجيك، في زواج لبعضكم بعد استشفاء، شايفة في منكم اللي راح يتزوجوا. فأنت يا برج القوس محتاج إنك تتواصل روحيا مع نفسك الداخلية، وتعمل استشفاء، وتشحن الطاقة الإيجابية من خلال إنك تترك كل شي على الله وتهتم بنفسك وبصحتك وبلبسك، وتثق في استحقاقك لنفسك. مثلا أنا أستحق هذا المنزل، أنا أستحق هذا الزواج، أو أنا أستحق فلان. فكما يقال أنت تجذب ما تفكر به. في مساعدة جاياك بالطريق يا برج القوس، فتقرب من الله واعمل مديتيشن. شايفة في معجب كذلك عندكم، أو شخص جديد جايكم بالطريق. كذلك شايفة في منكم اللي عم يعمل في تغييرات في حياتهم، في ارتباط، يعني عندي واضح الموضوع هذا، في ارتباط لبعضكم. هدول فاقدين الأمل وحاملين هموم، وما راح يكونوا متوقعين. في عندي طاقات كثيرة بصراحة، يعني ممكن يعني كل الطاقات ولكن بنسب. فعندي طاقة نارية، مائية، ترابية، هوائية. في عندي جوزاء، ثور، أسد، الجدي، ميزان، دلو، جميع، بشوف يعني كل الطاقات بس بنسب، طيب بس بشوف الطاقة الهوائية.